أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أعضاء اللجان الميدانيين والمهتمين بالمتابعة والتنظيم والانطلاق، أعلنوا عن دفعة جديدة وشوط آخر يتحرك، وهو شوطنا الخامس خصص لفئة الأبكار، وضمن سباق الشندقة التراثي الذي ينطلق لأول مرة. شكرا على هذه البادرة وهذه الفكرة من نادي دبي. نتحرك لنتابع الصدارة ونتابع غند وغريب بن مسلم بن حمد الجنيبي، من يقدم غند بالمركز الأول، لتليها انذار وخلفان بن راشد بن سيب الشاوي الغفلي مع وضوح بو عالية حاضر أيضا يتقدم بالمركز الثالث. صاحب وضوح ووضحت وضوح علي بن محمود بن حبيب الرضا على المركز الثاني، والمركز الثالث بن مرخان مع قرار ومحمد بن راشد بن مرخان. أما المركز الرابع تأتينا شواهين عامر بن علي بن سالم الهاشمي الخامس الخوف من حشرة خليفة بن مطير العويسي. يا ينكم راعي حشرة، بيحشركم يا هي سرعة خيالية. هناك أيضا مصدعة الحميدي بالعبد بن محمد الوهيبي. يا بن مرخان حرك يا بن مرخان، لأن الحصار قوي، لأن التحدي قوي، ولكن بن مرخان ما يرضى مع قرار وقراره الناموس. سلام يا الهباب، سلام لبن مرخان، سلام يا راعي قرار، سلام لمحمد بن راشد بن مرخان، سلام الهباب، سلام. المركز الثاني بصدعة الحميدي بالعبد بن محمد الوهيبي، المركز الثالث حشرة خليفة بن مطير العويسي. هذه الثلاثة المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء، استمتعنا في هذه الأشواط وشوطنا الخامس التوقيت الزمني. نشوف التوقيت الزمني الذي تسجل في هذا الشوط مع بن مرخان الذي استطاع أن يقدم لنا غرار أو في هذه المعمعة في هذه المشاركة، وينتزع المركز الأول بتوقيت زمني مقداره. نشوف التوقيت الزمني، نتأكد من التوقيت الزمني الذي تحقق في هذا الشوط، بالتأكيد بيكون دقيقتين، ونشوف الثواني المتبقية فوق الدقيقتين. ننتظر التوقيت.